وهذا سائل يقول: رجل يريد أن يشتري القرض الذي تقدمه الدولة من رجل آخر بمبلغ من المال قدره 25,000 ريال، فما حكم تنازل صاحب القرض عن قرضه مقابل هذا المبلغ؟ هذا لا يجوز، لأنه بيع دراهم بدراهم وهذا ربا، وبيع دراهم غائبة عند الحكومة بدراهم حاضرة هذا فيه ربا النسيئة وفيه ربا الفضل، أو حرام. لا يجوز بيع الدراهم بالدراهم الغائبة أو الدراهم اللي أكثر، لا يجوز هذا. نعم.